بسم الله. بس المادة عبارة عن زي ما نحكي هاي الفهرس، عامل له شير، عامل الشاشة شير، الكل مبين الشاشة عنده، تمام. مكون من 10 شباتر، 12 شابتر 11 في الداخل. الشابتر الأول بحكي عن معلومات عامة مثل وين الوحدات، مقاييس عامة، يعني إحنا لما نقيس وزن كذا، إذا في فواصل كثير فواصل قليلة، تقريب بشكل عام. بحكي لي عن إيش؟ عن معلومات عامة سواء بالفيزياء أو بالرياضيات أو بأي مادة يعني هندسة. فهي إيش؟ تقريبا شابتر 1. شابتر 1 مش مهم كثير، دراسة خفيفة، بعض القوانين عملت له فيديو شامل بتحضروه يعني بيكون تمام. هسا قبل لما نبلش بشابتر 2 راح أقول لكم كيف ممكن يخلط الشابترين ببعض، يعني احتمال ضئيل انه يعملها بس احتياطا. لما نحل كم سؤال بشابتر 2. شابتر 2 بحكي عن المتجهات، كيف احنا نحلل الفورس، كيف نوجد قوة محصلة، يعني عندي قوة وقوة بدي اوجد محصلتهم مشان اعرف شو القوة النهائية. هذا الاشي مهم كثير عنا بالتخصص، انه نعرف شو القوة المحصلة، شو اعلى قوة، شو وهكذا. هسا شابتر 3 بحكي عن الاتزان. الاتزان انه اي جسم، يعني احنا اصلا بالحياه العمليه اي مبنى اي شيء لازم يكون متزن، فلما يكون متزن مجموع القوى عليه صفر. فبكلمني شابتر 3 عن هيك. شابتر 4 بكلمني عن المومنت، المومنت اللي هو الدوران، العزم زي ما نحكي اخذناه بالفيزياء 1، مهم كثير. شابتر 4. شابتر 5 ببلش التخصص. شابتر 6 تكمله للتخصص برضه بحكي عن الجسور. شابتر 7 بحكي عن هو اهم شابتر بالماده، النصيحة لا تطلعوا من الاستاتيك وانتم مش فاهمين. شابتر 7 نصيحة لوجه الله. شابتر 7 خلوا لعبتكم قبل ما تفوتوا بالمواد اللي بعد. شابتر 9 بحكي عن القوة الداخلية للأجسام المتزنة طبعا. شابتر 8 عن الاحتكاك مش مهم وفي دكاترة ما بدخلوه. 9 و10 شابتر عن مترابطات ببعض، بحكوا عن مركز ثقل كل جسم، ونحن بنعرف انه اي جسم لو مسكناه من مركزه بصير متزن، فبالتالي بهمنا نعرف. شابتر 9 نعرف عن الاتزان. شابتر 10 بحكي عن مومنت اوف انيرشيا اخذناها بالفيزيون بشكل تفصيلي. هسه راح نبلش احنا بشابتر 2، اهم التركات، اهم الاساسيات اللي لازم نعرفها. بكل بساطه حسب الكتاب، تجيب الكتاب اول شيء بعرف لي عن السكيلر والفيكتور. السكيلر اللي هي مثلا اي شيء ما له اتجاه مثل الزمن، يعني احنا بنحكي 5 ثواني، بنحكي 5 ثواني لقدام، 5 ثواني لتحت، 5 ثواني مايل بزاويه 30. لا، السكيلر بشكل عام هو عباره عن كمية قياسية، أما الفيكتورز هي أشياء متجهة مثل الفورسز مثل الوزن وهكذا، هذول كميات متجهة لهم اتجاه، مقدار واتجاه، يعني مثلا 5 نيوتن لتحت، 5 نيوتن لليمين، فبالتالي هاي معنى متجه إنه له مقدار واتجاه. برضو إشي يعني المفروض نعرفه بس ما بفيدنا بالحلول. يعني هسا إحنا بدنا نعرف كيف نحلل المتجهات، كيف نضرب المتجهات، نجمع المتجهات. هسه احنا ما راح يكون عندنا بالستاتيك ضرب طرح متجهات، راح يكون جمع مشان نوجد قوة محصلة. قوة محصلة يعني مجموع جميع القوى، فبالتالي ما راح يكون معنا ضرب او طرح. بس بشكل عام لو انا عندي متجه مثلا لليمين مقداره نص او 5، وعندي متجه ثاني مقداره 10، ممنوع يكون العشرة بتكون طولها كطول أقل من 5، فبالتالي العشرة بتكون أطول. لو أنا ضربت العشرة في 2 بصير 20 مثلا. لو ضربته بسالب 1 بصير 20 لليسار. هاي معنى ضرب المتجهات أو رحمه وكذا، يعني أشياء ما راح تفيدنا هون بس للاحتياط، إنه 5 10 20 مثلا 20 لو ضربت بسالب 1، يعني انه معنى اشاره السالب انه عكس الاتجاه، انه انا ضربت بعكس الاتجاه. هذا شيء مش مهم كثير. هسه احنا عشان نجمع متجهين اهم شيء بدنا نطبق، في عندي حالتين. اول شيء انه اطبق قاعده المتوازي الاضلاع او انه نطبق التحليل. التحليل هسه لو انا بدي اوجد محصله لمتجهين مثلا هذا A وهذا B، الموجودات هون بالرسمة الكتاب ايه، كيف بدي اوجد المحصله؟ دائما في سؤال راح تشوفه ببساطه، اول ما تشوف متجهين لازم اخلي المتجهين بهذا الشكل، انه احط ذيلهم على بعض، يعني زي هيك.
طار ثيلهم على بعض، هاي الثيل هاي الثيل، هاي أول خطوة. ثاني خطوة بمسك رأس، بمسك المتجه مثلا بي، حطه على رأس A زي هيك، هذا B، حط ذيله الذيل على رأس A زي هيك، هذا هو B. فأنا لما حطيت B على رأس A زي كأني خليته موازي له، يعني زي كأني رسمت خط موازي لB بما أنه نفس المقدار وبنفس الاتجاه، فبالتالي هو بيمثله فعليا. وبمسك بنفس الوقت ذيل A بحطه على رأس B، تنتج معي هذا الشكل. فنقطة بداية النهاية القوة المنفصلة. فيعني في سؤال هسه كيف نتعامل مع بعد هيك، هسه بنشوف كيف نحل السؤال. بشكل عام هذا الشكل يمثل لي طريقة المتوازي إطلاع، كيف أكون متوازي إطلاع أعرف كيف أحل منه. فهذا الشكل اسمه هو المحصلة بتساوي A زائد B. A زائد B يعني زي كأني مسكت ذيل واحد حطيته على رأس الثاني، العكس نفس الإشي، كون لي متوازي الإطلاع. هسا إحنا بدنا نحل أسئلة، بدنا نحل أسئلة. بدي أحل أسئلة، إذا بدي أحل أسئلة لازم أعرف دائما الزاوية اللي بين المتجهين، هاي الزاوية اللي بين المتجهين اللي هي لما أنا حطيتهم حطيت ذيولهم على بعض، لازم أعرف هاي الزاوية. أنا إذا عرفت هاي الزاوية أنا فعليا خلص خلصت السؤال، ما ظل عندي أي إشي. طيب أنا عرفت هاي الزاوية ببساطة، خصائص متوازي إطلاع، هذا متوازي إطلاع، احكي لي كل زاويتين متقابلتين متساويتين، يعني إذا عندي هاي الزاوية 100 لازم هاي تكون 100، هاي أهم قاعدة، زاويتين متقابلتين متساويتين. هسه هذا شكل رباعي، احنا بنعرف مجموع الشكل الرباعي الزوايا تبعته مجموعها 360، تمام؟ 360 مجموع زوايا الشكل الرباعي، احنا بنعرف انه كل ثنتين متقابلتين متساويتين، فبالتالي لو هاي اسمها x تكون اسمها x، بالتالي 2 في 100 يعني 200 زائد x و x يعني 2x تساوي 360، بالتالي x بدها تساوي 360 ناقص 200 260 على 2 تعطيني 80، بالتالي الزاوية x 80، بالتالي انا عرفت هاي 80 وهاي 80. بالتالي ببساطة اي سؤال بشوفه شفت الزاوية بين المتجهين وبطبق العلاقة هذيك، 360 تساوي الزاوية اللي انا طلعتها ضرب 2 زائد 2 الزاوية المجهولة بتطلع معي الزاوية المجهولة. طيب انا هسه عرفت الزاوية بين المتجهين، عرفنا هاي الزاوية، عرفنا هاي الزاوية، هسه لما عرفنا هاي x حكينا طلعت معي 80. هسه شو بعمل؟ ببساطة باخذ واحد من هسه هذول مثلثين، باخذ واحد من المثلثين، افرض اخذت اللي فوق، طبعا اذا اخذت اللي فوق او اللي تحت نفسه لانه اصلا شكلين متشابهين هيها، اذا هاي 80 حكينا هي تكون 80 اجباري، بالتالي صار عندي مثلث زي هيك الزاوية 80، وهذا الخط هو بيمثل هذا الخط وهو متجه A، وهذا الخط وهذا الخط المتجه B، والخط الواصل بينهم هو المحصلة. هسه صار عندي زاوية 80 و R و A و B، طبعا A و B معطيات، أو بيعطيني ال R وبطلب و A وبطلب مني B وهكذا، بضل معي الزاويتين هذول بسميهم زي ما بدي، ألفا مثلا وبيتا سميتهم. هسه في عندي أخذنا بالصف العاشر قوانين، قانون اسمه قانون الجيب وقانون اسمه قانون الجتا. هسه قانون الجيب بيقول لي اللي هو ساين لو، ساين لو، ساين كل زاوية على الضلع اللي بيقابلها بيساوي ساين الضلع الثاني على اللي بيقابله وهكذا. فالألفا شو مقابلها؟ يعني هاي ساين الألفا شو مقابلها؟ أيوه هيك بيقابلها، يعني زي كأني بتطلع عليهم هيك، شو مقابلها؟ بي على بي، يساوي مثلا ساين بيتا شو اللي بقابلها؟ بقابلها ايه؟ وتساوي ساين الثمانين شو اللي بقابله؟ الار. بالتالي انا بكون معي مثلا ايه ساين الثمانين وبضل معي الار وبطبق وبتكون معي البيتا طبعا مثلا، ما هو كيف بطلع البيتا؟ بكون معي
معطيات كافيه اني اقدر اكمل المثلث، اقدر اكمل زوايا المثلث. اسمع الامثله راح توضح، يعني هسه انت مش واضح لانه شرح اساسي، فبالتالي بيكون ضايل معي مجهول. بطلع الار مثلا، ممكن الار مش معي، ممكن اطلع الار قبل من قانون الكوساين. قانون الكوساين شو بحكي لي؟ الار مثلا القوه المحصله هاي، او ال ار القوه المحصله بتساوي الجذر التربيعي لا ضلعين زاوية محصورة، اللي هم الضلع. شو الزاوية المعلومة معي؟ 80. فبقول له شو الضلعين المحصورة بينهم؟ A و B. فبقول له A تربيع زائد B تربيع ناقص تبوا عليها 2 في A في B في كوساين، مقنون كوساين يعني كوساين، قانون كوساين الزاوية المحصورة بينهم 8. فبالتالي بطبق أنا هذا القانون تطلع معي الـ R. فأنا لما طلعت الـ R ومعي ساين الثمانين معلومة والـ A معلوم، طلع ساين البيتا، برجع بطبق هذا وهذا تطلع معي باقي خطوات حل. هسه رح نحل مثال، طبعاً نحبكم نحل، نحب لكم مثال للإكزامبل اللي بالكتاب، أو أحل بروبلم معين. أنتوا عندكم سؤال احكوا لي عادي، مش شرط إني أحل دائماً زي الكتاب. اللي عنده سؤال عادي احكي لي رقمه وأنا بشوفه. إذا تبغوا شات تفتحوا المايك اللي حاب يحكي شيء، مش مشكلة. طيب احنا بنبعث شو اسمه سؤال 10 شوي بشار حبيب قلبي فيش 10 بالكتاب. المهم بدناش نجي هذا مثلا. طيب احنا نرجع مثال اكزامبل، نحل مثال اكزامبل، نحل واحد ثاني، نحل واحد ثاني. السؤال يمكن نشرح مليون مره بفيديوهات دكتور كذا، بس اللي ما حضرش اللي ما فهمش اسلوب ثاني ممكن اشرحه ممكن تفهموه. عندي هذا السؤال بده المحصله ببساطه. شو حكينا اول خطوه؟ يعني لو تكتب النوتات معي، اول خطوه انه نوجد تساوي بين المتجهين. طيب انا عندي هذا محور اكس، هذا محور واي، يعني الزاوية بين، دائما الزاوية بين محورين معروفات زي X و Y مثلا، الزاوية بينهم 90. هسه هي الزاوية بينهم كلها 90. هسه أنا إيش بدي أعرف؟ حكينا بدنا نعرف الزاوية بين المتجهين. طيب أنا هاي معي 15، هاي معي 10، إيش ضل من 90؟ 90 ناقص 25 ضل كم معي؟ 65. فبالتالي الزاوية بين المتجهين 5 60. طيب احنا عرفنا الزاويه بين المتجهين، هي اول خطوه. ثاني خطوه بنمسك ذيل كل سهم ونحطه على راس الثاني. بالتالي الاف تول 150 بحطها على راس هذا نفس الميلان عشان يكون متوازي زي هيك. هاي مقدارها 150، وال100 هاي بحطها على راس هذاك بنفس الميلان، تعطيني هاي القوه 100. القوه المحصله الواصلة بينهم هيك هي الـ R. تجمعي هذا الشكل اللي تجمعي هي هون. طيب احنا معنا الزاوية بين المتجهين 65، فإذا هي 65 هي 65، شو ضل علي؟ ضل علي طلع المقابلات ببساطة زي ما حكينا 360 تساوي 65 في 2 اللي هي 130 زائد 2x مثلا، تطلع معي x تساوي 360 ناقص 130 تطلع معي 130 230. فبالتالي لما اقسمها على 2 تطلع معي 115. فبالتالي هي الزاوية 115 وهي الزاوية 115. هسه عجقت الرسمة مرة رسمة الكتاب، هسه عرفنا كيف طلعنا الزوايا. هسه احنا تقريبا ما ضلش علينا الا قانون الساين والكوساين. قبل هيك بناخذ مثلث من المثلثين. هسه هذا المثلث مثلث رقم 1 فهي المثلث لرقم 2، يعني نفس الشيء. اذا هاي الزاويه 115 هي اللي قبالها 115، هاي كامله 65 هاي كامله 65. فانا لو اخذت المثلث مثلا اللي تحت هذا المثلث مسكته لحاله على جنب، مسكته لحاله على جنب زي ما هو الكتاب رسمه تحت. لو اخذت اللي فوق نفس الشيء اخذته انا على جنب هذا المثلث. كان هاي الزاوية 115 عرفنا كيف، كان هاي 150 اللي هو احنا حطينا هذا السهم واللي فوقه، هاي 150 عرفناها، وال100 اللي هي من السؤال الأصلي.
هي الاف بالار. هسه احنا صار معنا، صار معنا قطعين معلومات والزاويه المحصوره بين المعلومه المقابل للزاويه المحصوره مجهول، فبالتالي قانون الكوساين، قانون الكوساين في الار بيساوي المتجه الاول تربيع اللي هي 100 تربيع زائد 150 تربيع ناقص 2 100 في 150 في كوساين ال 115، عوضها تطلع معي المحصله 213. هي قانون الكتاب مرسوم. هسه طلعنا ال 213. هسه الشيء المهم كثير طلاب ممكن تخربط فيه، هسه الدايركشن ريزلت فورس. هسه انا لما احل على المثلث اوجد انا هاي الزاويه، بس هاي الزاويه. هسه هو بده المحصله شوي، زاويه 65 كم صارت؟ طيب الزاويه 65 هاي كامله 165، تمام مفهوم يعني صح؟ بين المتجهين هسه هي كامله ال 65، بس انا لما اخذت المثلث الصغير هذا، اخذت المثلث هذا ثبتت هاي 65، بس الوقت هي مش منتصف الزاويه، فمش راح تكون منتصف ال 65، فبالتالي بطلت هاي انا ايش اخذت؟ اخذت المثلث الاحمر هيو، بس هذا المثلث هاي مش كلها 65، هاي لا زاويه مجهوله مسميناها ثيتا الفا بيتا اللي بنسمي الرمز اللي بدي اياه، تمام؟ راحت ال 65 خلص بطلت تفيدني. اللي بفيدني الزاويه اللي طلعت اللي هي 115، 65 ما بتفيدني لانه خلص انا اخذت واحد من المثلثات، المثلث اللي بربط بين المحصله والمتجهين اللي كانوا معي بالسؤال. فانا الزاويه هاي كامله اللي بالاحمر ال 65، الزاويه اللي بدي ارسمها اصفر هاي، انا بدي اخذ هذا المثلث راح تكون هاي ثيتا. انا هاي ما بعرف كم هي، وصلت؟ امسح هذا الحكي. هسه احنا شو عرفنا؟ عرفنا المحصله، وصلت. عرفنا مقدار المحصله. هسه بدي اوجد الزوايا، بدي اوجد. هسه انا معي هذا المثلث، بس ننسى الخط اللي تحت هذا، اعتبره مش موجود، اعتبره موجود. انا معي مثلث، مثلث زي هيك، كله بطبق قانون الساين اف الار اللي طلعتها اللي هي 213، لا ساين ال 115 او العكس، يعني ساين ال 15 او 213 بنسبة التناسب ما بيفرق معي. لا مثلا ال 150 على ساين، على ساين ايش؟ ساين هاي انا سميتها ثيتا، ليش التزم تسمية الكتاب؟ هاي انا سميتها ثيتا، ساين ثيتا. هسه انا بحلها 13 ساين 5 كله معلوم ما عدا الساين ثيتا، بطلع الساين ثيتا وبعدين باخذ الانفرس، تطلع معي الثيتا، تطلع معي الثيتا 39.8، طلعت معي 39.8. طيب هسه نركز، هسه هو لما بيطلب مني مقدار المحصله بيطلب مني عن محور معين، ما جابليش سيره تكون هي الزاويه محور اكس. هسه هذا محور اكس، وانا الزاويه اللي طلعتها هاي طلعت 39، ولكن الزاوية 39 مش مع محور اكس، هاي مع المتجه، مع المتجه هذا والمحصلة هاي. انا ما بدي 39، انا بدي اللي باللون الاحمر هي هاي كاملة، انا بدي هاي الزاوية كاملة. انا معي 39، معي هون 15، بالتالي 39 و 15 بيعطوني تقريبا هاي 54، يعني 54.8 39.8 بتطلع. انه الفكره كيف انا طلعتها، فكره انه انا دائما لما احسب المثلث مش هي الزاويه اللي بدي اياها، الزاويه اللي بدي اياها بطلعها عن محور معين، عن محور اكس، عن محور واي، مع عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه، لو هسه بنشرحه بامثله ثانيه. هسه اذا في هذا بيبعث شيء بس ممكن. فكرة اليو والفي نفس الفكرة، مثلا هذا سؤال يو والفي نفس الفكرة بس المحاور مش متعامدة. بس هنا ببساطة نفس الفكرة، أنا معي قوة المحصلة مقدارها 600 وبده مركبات على محور اسمه يو، محور اسمه في، مش شرط اسمه يو عادي، ممكن تسميه اي بي بي سي. ببساطة أنا لازم أطلع زاوية إنه تعمل لي مثلا زي الزاوية المنفرجة هاي،
ببساطة بمسك الفي بحطه على راس يو. تمام، هسه بشرح ثواني بس. محور يو ومحور في، هاي الزاوية 30. هسه أنا كمان بمسك يو بحطه على في، إذا كان هذا في محور في زي هيك هاي الرسمة. هسه أنا بدي أطلع زاوية معينة اللي هي الزاوية بين المحصلة، هسه إذا هاي يو هذا في، أنا بدي أطلع الزاوية هاي بما إنه هاي معي 600 وهو بده يو في، علي أطلع زاوية. طالع طلع معي زاوية عشان ايش؟ اطبق قانون السين والكوساين. بالتالي انا معي هاي زاوية مستقيمة، هاي زاوية مستقيمة يعني مقدارها 180، اذا هاي 60 ضل ال 180 120. هاي ال 120 عرفنا كيف طلعناها. هسه احنا بنعرف هسه هاي فعليا موازي لهاي، بس الرسم شوي معجوقة. اذا هاي 120 هذا خط فاصل بينها، بالتالي هي بتكون 120. يعني الرسمة أوضح، رسمة الكتاب أوضح. هاي 120، هاي 30، وهاي 30 معي ثلاث زوايا، معي قيمة 600، بالتالي بطبق قانون الساين زي ما هو محلول، أطلع مقدار الأف يو والأف. هاي الأسئلة مش كثير مهمة، بس إذا أجت هذه في بروبلم كثير عليها. بس خليني أشوف صفحة 7 بالكورسية. صفحة هو فيجر 2. شوي أصبر. مش مشكلة، مش عارف نوع انجل تطبيق سيكورت ريسبت فورس انت فيجر 2. هذا السؤال. الشاشة واضحة عندكم؟ واضحة مبينة انه يو ار شير سكرين. طيب هسا اول اشي لما حكينا بالخصائص الفيكتورز، حكينا انه الفيكتورز عبارة عن طول، يعني هذا طوله 5، في عندي طول 10. تمام، حكينا عن اطوال انه الفيكتور كل ما زادت قيمته كل ما زاد طوله، لانه فيكتور هيك قانون بالحياه. عرفنا شغله الطول. انا هسه عندي السؤال، هذا السؤال شو بحكي لي؟ نقرا السؤال، بيقول لي مطلوب انه تكون القوه المحصله وانه اتش سي كورنت ريزلتنت فورس اكتنج اون ذا اي بول في ان هذا الفيجر. بيقول لك دايركتد لونج ذا بوزيتيف اكس اكسس، يعني القوة المحصلة، يعني محصلة هذول الاثنين اللي هي 800 وF2 محصلتهم محور X positive X. positive X يعني هيك المحصلة، أصلا إجباري المحصلة تكون بهذا الاتجاه لأنه هذا اتجاهه هيك وهذا اتجاهه هيك، المحصلة بينهم. تمام، حكالي إنه المحصلة مجبورة تكون على محور X positive. قال لي and the F2 have a minimum magnitude، حكالي القوة F2 لازم تكون أقل قيمة. هسا الحياة أقل قيمة دائما هي المسافة العمودية، أقل قيمة المسافة العمودية. بالتالي أنا بدي أحل السؤال بحيث إنه أطلع مسافة عمودية. فأنا شو بنعمل؟ الزاوية بين المتجهين هي مش معي، معي 60 وثيتا. شو بعمل؟ دي هاي المحصلة FR، فلما أمد F2 أمد F1 وهون بمد قيمة F2 صار معي هذا الشكل، قد واحد إن المثلثات. هسا شو المشكلة اللي بتصفي معي؟ بتصفي معي الثيتا. الثيتا كم أخذها؟ هي مجهولة ثيتا، يعني أنا هسا مش راح أعرف هذا الشكل شو أحط 60 زائد ثيتا، 60 ناقص ثيتا، كيف بدي أطلع الزاوية هاي؟ كله مش معروف. فأنا شو بدي أعمل؟ أعطاني شرط بالسؤال، قال إنه F2 a minimum magnitude. أنا هذا المثلث. صوتك راح، صوتك راح يا محسن. دقيقة بس. هيك صوتك عندك راح، جاي. لا جاي صوتك ما قطع.
هسه حكى لي افتو لها اقل مقدار. طيب هسه هاي الافتو زاويه ميلانها مش عارفها، اسمها ثيتا، بالتالي ممكن تكون هيك، ممكن تكون هيك، انه هاي انا اصلا هاي زاويه الميلان حكينا الثيتا معروفه، فممكن تكون لهون، ممكن تكون هون، صح ولا لا؟ تكون هيك، ممكن تكون هيك، مش معروف كم الثيتا. فانا راح ارسم حالات معينه، حالي هيك، حالي هيك، حالي هيك، حالي هيك، برسم حالة مجهولة مش معروف كم هي، فبالتالي هو هيك وضحها بفهمين ثلاث. فطلب مني مينيمم، مينيمم يعني أقل قيمة، أقل قيمة إحنا نعرف إنها أقصر طول، خاصة المتجهات، أقصر طول المسافة العمودية زي الفيزياء، مكان يقول لك هذا مسار A وهذا مسار B، لك هيك شحنات فيزياء 2 زي هيك. أقصر مسافة المسافة المستقيمة، فالمسافة المستقيمة حالياً إيش؟ المسافة العمودية. بالتالي عرفت إنه هاي الزاوية هي 90، وخلص إذا هاي 90 وهاي الزاوية 60 وأنا عارف إنه هاي المحصلة. هو حكى المحصلة بوزيتيف فيكس، لو ما قاليش المحصلة بوزيتيف فيكس السؤال مستحيل ينحل، وما حكاليش إنه هاي مينيمم السؤال مستحيل ينحل، لأنه إحنا لازم يكون عندنا مجهولين فقط بأسئلة التكتيك، ثلاث مجاهيل مستحيلين حل الا اذا اعطاني شرط. هون هو اعطاني شرط انه المجاهيل هي عباره عن اف ار واف 2 ثيتا، ثم حكى لي هي مينيمم زي كانه حكى لي ثيتا 90، فقلب السؤال مجهولين راح لهم. فهي اف ار اف 2 وهي الثيتا هي زاويه 60، وبالتالي هي تكون 30 وهي 90. حل السؤال خلص على قانون الساين، قانون الكوساين، يعني بحل السؤال زي ما هو محلول. ثم كيف حالين هم؟ هو حله انه اف ار ساين وساين، مش مشكله بحله على قانون الساين او الكوساين بالتمام، ما عنديش اي مشكله. انفهم ولا لا؟ هي الفكره بس اخسر، يعني لما نقرا انجل رول كذا 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 شورتست لينك. عندي أسئلة كثير، يعني هذا الكتاب فيه مليون بروبلم، فعندي هذا السؤال. تمام، فعندي كثير أسئلة، احنا حكينا مشان نحلها، أنا راح طول عم توزع طلع الفكتور، مش راح طويل مش نعرف ألاحق أبلش بالـ 3D. بس على السريع، أنا هذا سؤال هو محصلة بكل بساطة، هاي الزاوية 45 وهي الزاوية 60، طلع الزاوية بين متجهين، الزاوية هذا بمد منه 6، هذا بمد منه 2، القوة المحصلة مجهولة. إذا هاي الزاوية اللي بتضل 60 و45 هي 5، فطبق قوانين المثلث بطلع هاي الزاوية، قوانين الشكل الرباعي بطلع هاي الزاوية. لما أنا طلعت هاي الأف آر، هاي الأف آر، وخلص بما إنه طلعت معي بحل طبيعي، موجود سؤال بالدوسية. هسه بس نقرأ، حكى لي الدايركشن إلها مقاس من الإكس أكسس كلوك وايز. هسه شو يعني مقاس كلوك وايز؟ هسه هاي المحصلة قلنا اف الار بتكون من محور اكس، من محور اكس للمحصله، حكى لي انها تكون مع عقارب الساعه، مع عقارب الساعه يعني هيك الزاويه. وقال لي عكس عقارب الساعه انا باخذ الزاويه اللي باللون الاسود هيك. قال لي عكس عقارب الساعه. باخذ انا كل هاي الزاويه. شوف بما انه قال لي مع عقارب الساعه باخذ الزاويه الاحمر. يعني هاي فكره السؤال بس. ممكن يعني إذا جضع دائرة مثلا بيجي زي هيك بخربطك بالزاوية، يعني ممكن تحل السؤال كامل صح؟ هاي عادي، هاي أسئلة مثلا هذا السؤال، هذا السؤال معطيني هالزاوية 45، الزاوية بين الـ A والـ C والـ A بـ 30، وبالتالي هاي 30، هذا بعتبره سهم، هذا بعتبره سهم، وصل بينهم إنه كشكل متوازي أطلع، في هيك بيخرب من هاي، من هيك. فالمحصلة بتكون هاي هي المحصلة، فخلص بتصفي مباشرة هاي الزاوية 75، طلع معي هاي الزاوية 105، طبق قوانين الساين والكوساين، وطلع الـ FAB والـ FAC، اللي هي لو فرضنا هذا محور U، المحور بس يعني هيك طلع القولة، طلب من المركبات. السؤال موجود حله بآخر الكتاب بده الرسمة، فأنا وضحت كيف بده الرسمة. عادي أسئلة نفس الشيء. قبل ما نخش شوي بالشابتر، كيف ممكن الدكتور يجيب شابتر 1 مع شابتر 2؟ بكل بساطة ممكن كثير طلاب يخربطوا فيها أو ما ينتبهوش. مثلا لو جينا هذا السؤال،
حكالي هاي القوة مثلا مش 250 نيوتن، حكالي هاي القوة 250 فولت، قال لي هاي القوة 150 نيوتن، فبالتالي هاي باوند وهاي نيوتن. لما بدي اوجد قوة محصلة اوجد على طريق متجهات او متوازي اطلاع، بقدرش اقول له 150 باوند زائد 150 نيوتن، صفر السؤال. بالتالي لازم احول واحدة منهم، ان هو يطلب من الناتج النهائي بالنيوتن، يطلب من النتائج بكيلو نيوتن، بالتالي ممكن اعبي بالسؤال نغير لي واحدة، او مثلا سؤال، او مثلا سؤال اعطيني مثلا خلني جعل سؤال في مسافات، سؤال مثلا يحكي لي مثلا عادي سؤال على الفيكتورز، يحكي لي مثلا مسافة 5 فيه والقوة 100 نيوتن، مباشرة بدي أحول الفيت لمتر أو لنيوتن بحولها لباوم، أطبق قوانين التحويل واستعمله. هاي يعني هذا الشيء الوحيد لو بديش أجيب لكم سؤال مباشر على شابتر 1، يعني يقول لكم الكوز بشابتر 1 و 2 بس شو يحكي لي انه تشابتر 2 السؤال. ممكن يلعب بهذا الاشي بالوحدات نيوتن كيلو نيوتن، وحده نيوتن وحده كيلو نيوتن، بنعرف احنا شو بنجمع، والفيت مع النيوتن مستحيل يلتقوا، يا فيت وباوند يا نيوتن ومتر. وصلت هاي كيف يلعب تشابتر 2. هسه الميتنج انا بدي اطفيها وارجع اشبكها لانه ما ضلش وقت، اطفيها واشبكها بتفوتوا على نفس اللينك يعني مباشره. هاي هسه يعني كمان دقيقتين ببلش اشرح. Thank you.